مسألة ديال الهوية شيء يهمنا ويهمنا خاصة في أن ندعمه بالنسبة للشباب ديالنا. كما ذكر الإخوة اللي سبقوني قالوا بأن العالم أصبح قرية واحدة بحكم الشبكة العنكبوتية إلى آخره. حتى سابقا يعني يظهر لي يومين هذه كان هنا واحد الفوروم ديال بسيكاناليز وان بسيكولوج وكذا إلى آخره كيتكلموا على النوميريك يعني وبأنه بالفعل أصبح للشاب يعني هويات بحكم هذه القرية الكونية التي أصبحت متداخلة. اللي كان طرح السؤال يعني كيفاش نرجعوا ذاك العز الانتماء ديالنا للهوية ديالنا، لأن دابا نتكلم كما نقولوا يعني بشكل ملموس الشباب نتاعنا تلقى منهم أنهم ولات عندهم ذوبانية في الآخر. الشاب كيجي في الوسط العربي بشكل عام ما تتكلمش على البلد ديالي فقط، عنده طموحات باش يحقق ذاته في العمل في كذا في كذا في كذا، كيشوف سنوات تمضي ربما يقرا وكذا الى اخره ولا يتحقق هو اي شيء من هذا، تيولي عنده استعداد انه يدوب باش يلقى الحل الاجتماعي. انا كنتكلم كما نقولوا التراتير يعني بالاشكاليه باش نقول بان خصنا هاد الهويه دي نشوفوا كيفاش راه عندها ارتباطات بما هو اقتصادي بما وكذا باش نخليو الشباب ديالنا بالفعل يقتنعوا بهذا الشيء وحتى الموقع ضعف قدام الحضارات الاخرى، لان ولا غادي يكون عندنا استيلاب. ويعني المجال الذي يسموه الهويه مجال متعدد الابعاد اكيد، غير تنطرح سؤال كيفاش نرجعوا لهذه الهويه باش ان المسلم واخا يغترب في اوطان اخرى ما يمشيش ينساق تحت الافكار الاخرى ولا ربما يقلب القشابيه كما نقولوا. وجزاكم الله عنا خير. نشكر الاخ المحاضر على هذه المحاضره القيمه، ونشكر ملتقى الحضارات على هذا المجال الذي اتاحته لهذا الحوار المبارك ما بين جمهور الحاضرين. حقيقة قضية الهوية أو إشكال الهوية يجب أن نؤطرها في مجالها التداولي. نحن الآن نعيش مرحلة حضارية فيها تفوق كبير للغرب بقيمه وحضارته وتراجع خطير في عالمنا الإسلامي وفي العالم الثالث عموما، وبهذا فإن إشكال الهوية ينعكس على الجميع، ينعكس على الشباب، ينعكس على المجتمع السياسي، ينعكس على المجتمع المدني، ينعكس على المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. ولهذا في إشكال الهوية هو إشكال كبير، والشباب جزء من هذه المعاناة التي يعانيها ما بين مقومات هويته الأصلية وما بين الانفتاح العالمي لقيم أخرى تهاجمه وتضغط عليه بقوة. لأن المجتمع العربي الإسلامي والمغربي خاصة لو كان قويا ذاتيا لاستطاع أن يحافظ على مكونات هويته وأن يلتحم بالعصر ويفعل فيه، وبالتالي تكون هناك هوية ناهضة. لأن الهوية الآن هي هوية إما كما يعني أشار المحاضر الكريم، إما أنها ستكون يعني هوية منغلقة وبالتالي ستكون مدمرة، وإما أن يقع لها ما قال الأخ بالسيولة بحيث أنها يعني تندثر في هذا المجال التداولي. لهذا فهذا الإشكال هو من أهم الإشكالات التي يعاني منها عالمنا الإسلامي والعالم الثالث عموما في إطار هذه الهجمة الحضارية القوية في إطار العولمة. ولهذا فإن إشكال الهوية لا يمكن أن يتعزز إلا بالنهوض الحضاري وبالتنمية وبالقوة المعرفية والعلمية من أجل الانفتاح على العصر والمساهمة فيه بدل الإجرار فقط. والسلام عليكم. تعالى وبركاته. شكرا أستاذي على هذه المداخلة القيمة. عندي فقط ملاحظة بسيطة، يعني أعتقد أن داء ودواء الهوية حاليا هو التضارب والتناقض في بعض الأحيان بعد نظرياتها. ففي حين يعني الفلسفة ترى أن سؤال انطلاق هو من أنا، تأتي السوسيولوجيا لتطرح السؤال الأساسي من نحن،
وبين أنا ونحن البون الشاسع، بون العولمة والغامها السيميائية. إذن أعتقد يعني أن في الواقع الحالي ورهانات الحالية أن السوسيولوجيا أقرب إلى الواقع. مثلا أذكر بيير بورديو أو مارسيل موس، حيث لا يقولون يعني بالهوية كمصطلح، لكن الأبيتوس الذي هو في عصرنا الحالي أقرب إلى الواقع. يعني سؤالي بسيط، هل تعتقدون أن السوسيولوجيا فعلا هي الأقرب إلى الواقع من حيث النظريات، أو أن التكامل ضروري رغم كل التناقضات الموجودة بين النظريات؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور أستاذ المحاضر على محاضرته، مشكور كذلك الزميل وائل على التسيير، وكذلك الشكر موصول لكل الحاضرين ولملتقى الحضارات على إتاحته هذه الفرصة لنا لتبادل الأفكار حول موضوع يؤرق الشباب. مهم، سؤالي بسيط وفي نفس يصب في نفس السؤال ديال زينب سابقا. كيف يمكن لمؤسسات التنشئة الاجتماعية أن تساهم في يعني في خلق هوية، يعني هوية الفرد، والتي أراها أن حددها الأستاذ بأن المعيار الأول أو المنطلق الأول لتحديدها هو الوطن أو البيئة أو المحيط الذي يعيش فيه الشخص أو ينشأ عنه. أرى بأن المعطى الأول الذي ربما قد يسهم أو يسعف في تحديد مفهوم الهوية هو الإنسان، الإنسانية. يعني جمع حينما تسأل أي شخص من أنت يقول لك أنا إنسان عاد مغربي، أو يحدد بوطن أو عربي بالقطر، يعني عاد ثم الدين ثم الثقافة ثم المعايير الأخرى. إذن كيف يمكن هذه المؤسسة ديال التنشئة الاجتماعية التي تعتبر الأسرة النواة ديالها المجتمع ثم الإعلام ثم يعني مؤسسات أخرى تكلم عنها دوركاين معروفة، هل يمكن كيف يمكن لهذه المؤسسات أن تسهم في خلق يعني هوية وترسيخ هوية واحدة موحدة في ظل يعني التعدد الثقافي الذي يشهد العالم وكونه قرية ثقافية قرية صغيرة؟ وشكرا. شكرا جزيلا. وعندي واحد تساؤل بسيط، ربما من هنا القدام مثلا هل يمكن الحديث عن في المستقبل عن ظهور هوية موحدة عالمية مشتركة في ظل هذا التطور التكنولوجي اللي نعيشه دابا؟ واحد الهوية موحدة عالمية مشتركة في ظل هذا التطور التكنولوجي اللي نعيشه دابا. شكرا.